للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة إنجي ومشاهدينك الكرام يا فندم. دكتور وفاء، بداية يعني بنتحدث عن أنه الهيدروجين الأخضر هو أحد أبرز الحلول نحو التوجه إلى الاقتصاد الأخضر، عنوان عريض لهذه المرحلة. ما أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الاتجاه مؤخرا؟ لأنه إحنا تابعنا أنه منذ كوب 27 وبدأ تعريف العالم بفرص الهيدروجين الأخضر وأهميته وحتى الفرص الاستثمارية في مصر، وكان هناك إقبال كبير. لا شك أن الدولة المصرية بتخوض رالي عالمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فزي ما سيادتك شايفة العالم يتطاحن في محاولة منه لجذب أكبر رقم من الاستثمارات بما لديه من محفزات بعد عملية الإكراه الاقتصادي التي مورست بسبب سياسات التجديد النقدي. ولكن خلينا نقول أن احنا من بدايات وقبل كوب 27 مصر وضعت لنفسها خطة ثابتة نحو استراتيجية واضحة المعالم بتمشي بارتكازات متوازية، سواء استراتيجيتها في التحول الطاقي أو الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر أو الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. إذن نحن لدينا طريق واضح المعالم في خطوط متوازية. نحن نتحدث اليوم عن وقود المستقبل وقائد الموجة الثانية في مرحلة التحول الطاقي للعالم كله، وإحنا شايفين من كوب 27 لكوب 28 العالم كله بيتحدث عن الطاقة الجديدة وكيفية خفض الانبعاثات الكربونية عن طريق التحول الطاقي. لا شك الدولة المصرية بذلت جهد كبير جدا ولم تكن بمعزل أو منأى عن العالم، وإنما قدمت تحفيزات كثيرة جدا بالإضافة إلى ما تمتلكه من قدرات. لا ننسى أن لدينا البنية التحتية القوية، لدينا البنية التشريعية، لدينا الظهير القوي بالموانئ اللي بيمتلك الجاهزية، لدينا الطاقة الاستيعابية وهو من أهم القدرات في صناعة الطاقة المتجددة، لدينا بيانات دقيقة قدمناها للمستثمرين، أيضا لدينا موثوقية في هذا الملف. ولذلك يا أستاذة إنجي، مخرجات كوب 27 من مذكرات التفاهم تم تحويل معظمها إلى الملاءات المالية على أرض الواقع، بمعنى التنفيذ الحقيقي لهذه المشروعات والإغلاق المالي لها. طب هنا في نقطة مهمة جدا يا دكتور، يعني حضرتك أشرت إليها، مسألة الحوافز ومسألة الترجمة الفعلية لما نتج عن كوب 27. يمكن أبرز معالم هذه الترجمة مسألة 107 مليار دولار استثمارات تأسيسية، معظمها في الهيدروجين الأخضر تحديدا في هذا القطاع. دلوقتي حضرتك اتكلمتي عن الحوافز، حابين نعرف أبرز الحوافز اللي بتقدمها الدولة للمستثمرين في قطاع الطاقة الجديدة بشكل عام والمتجددة والهيدروجين الأخضر على وجه الخصوص. أبرز هذه الحوافز هي ايه؟ هي طبعا احنا عملنا حزمة كبيرة جدا. اولا لن ننسى استاذ نينجي، قبل ما نخرج من نطاق كوب 27، لا ننسى انشاء منتدى الهيدروجين الاخضر الذي تم تدفيعه او تدشينه من خلال جلسة المناخ، والذي اعلن عنه السيد الرئيس، ليكون محور ومنصة عالمية لتداول الحوار في بالنسبة للهيدروجين الاخضر كمنتدى مثل منتدى غاز الشرق المتوسط او غيره، او ان يكون فيما بعد اوبك للهيدروجين الاخضر. الامر الثاني ان احنا الحقيقه قدمنا للساده المستثمرين بيانات دقيقه، اراضي الحقيقه بتسهيلات، اخر التيسيرات يمكن اللي قدمتها الحوافز واعلن عنها السيد الوزير الماليه الشهر الماضي بالاعفاءات من 33% الى 55% بالنسبة لي، أو 50% بالنسبة لي ضريبة الدخل المكتسب. احنا ادينا عفاءات للسادة المستثمرين، قدمنا اليهم البنية التحتية، قدمنا اليهم البيانات الدقيقة الموثوق فيها. يعني حضرتك قدمت كل التحفيزات الخاصة، بالإضافة ان احنا عندنا الحقيقة مجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والمجلس الأعلى اللي بيتابع، وكانت قرار
قرارات كمان المجلس الأعلى للتصدير والمجلس الأعلى اللي خد قراراته الاستثمارية اللي بتعتبر تغيير في الوجهة بالنسبة للقرارات الاستثمارية. احنا الحقيقة حاطين تخفيض دراماتيكي للانبعاثات وماشيين في الخطة دي، ويمكن كمان الجاهزية اللي موجودة لي عندنا، يعني احنا عندنا ببساطة عندنا قدرة استيعابية، بالإضافة ان احنا عندنا القدرة التفضيلية والتمكينية للصناعة او التصنيع المكون المحلي خلال مراحل القيمة المضافة لهذه الصناعة. ويمكن دي من مزايا صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، ان احنا الحقيقة كنا سباقين. ولا ننسى أستاذة إنجي واحنا مع حضرتك ان احنا نقول ان مصر فعلتها في الشهور الماضية، وسلمنا اول انتاج لشحنة امونيا خضراء تحت شعار صنع في مصر. دي نقطة مهمة جدا يا دكتور، هنتطرق ليها طبعا، ولكن تفضلي بالبقاء معي علشان في خبر عاجل الآن دكتور وفاء. بالعودة لموضوع الهيدروجين الأخضر، حضرتك تحدثتي عن نقطة غاية في الأهمية في نطاق الحديث عن خطوات مصر في تعزيز استثمارات في هذا المجال، منتدى الهيدروجين الأخضر. هنا بسأل حضرتك عن فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي عالمي وليس فقط إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لأنه حضرتك حتى ذكرتي هذه المقارنة بينها وبين عدد آخر من المنتديات أو المنظمات. ما فرص حدوث ذلك على أرض الواقع، ومتى ممكن نتوقع حدوث ذلك؟ لأنه على ما يبدو أنه في بوادر هامة. بالتأكيد يا فندم، لأن مصر لديها القدرة وتمتلك كل الإمكانيات في إمكانية تحولها. هي تحولت بالفعل إلى مركز إقليمي ودولي لتداول الطاقة، ويمكن إحنا بنتوسع بنشاط الهيدروجين الأخضر. إحنا لدينا منطقة مجهزة، ويمكن محور قناة السويس لما فعلنا استثماراته كان أمامنا خطين. أولا هناك فرق بين استهداف الصناعة والترويج لها. الحقيقة بالنسبة لها الهيدروجين الأخضر إحنا ضربنا عصفورين بحجر واحد، بمعنى إن إحنا استهدفنا صناعة الطاقة الجديدة أو وقود المستقبل، واستطعنا أيضا الترويج لها من خلال سواء منتدى الهيدروجين الأخضر أو بالنسبة للمجلس الوطني أو المتابعة اللحظية من السيد الرئيس، لأن الحقيقة السيد الرئيس مهتم بهذا القطاع تحديدا وعنده ابتكار سياسي خاص به، بيكون حريص على قابلت رؤساء كبريات الشركات العالمية اللي بتعمل معنا في هذا النطاق. وإحنا مع حضرتك يعني فرصة أن إحنا نقول هنيئا للشعب المصري بفوز الرئيس بهذا الفوز الساحق. والحقيقة الشعب المصري ضرب مثال لأنه انتصر لمصريته وانتمائه لهذا الوطن. صحيح. الأمر الثاني أن إحنا وإحنا بنتكلم عن هذا القطاع يا أستاذة إنجي، عايزين نقول ممكن المواطن البسيط يسأل يقول لنا طب أنا إيه اللي هيعود عليا من الهيدروجين الأخضر. الحقيقة في نقطة هامة جدا لازم كل مصري يعرفها، أن كل المشروعات اللي احنا بنستهدفها في النهاية هي بتؤدي إلى طريق واحد، وهو زيادة الناتج المحلي أو الناتج القومي اللي بيعود في النهاية على المواطن. في مجال الهيدروجين الأخضر تم تحديد الناتج القومي بناء على دراسات ليست من المؤسسات المصرية هي التي قيمت، وإنما المؤسسات العالمية التي لا تماهي ولا تجامل أحدا. يعني إحنا عندنا زيادة الناتج المحلي من صناعة الهيدروجين الأخضر إن شاء الله ستبلغ حوالي 18 مليار بحلول عام 25. قدمت لنا فرص عمل تبلغ حوالي 100,000 فرصة عمل، وعندنا كمان فرص العمل الغير مباشرة. طبعا دي نقطة مهمة جدا، لأنه هذه النقطة تحديدا يا دكتور جاية في توقيت دقيق جدا من الاقتصاد العالمي بشكل عام، وطبعا مصر ستستفيد بشكل كبير في هذا التوقيت من كل هذه التحركات. شكرا جزيلا دكتور وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، كالعادة على كل هذه المعلومات القيمة.